ماهر ماهر الكرة داخل منطقة الجزاء والهدف في هدف أول في المباراة. يعني أجمل كرة لم تحصل في كل شوط وفي رأس إسماعيل. الدقيقة 44 تماما يسجل إذن أول أهداف هذه المباراة في رأس إسماعيل وهدف الأول في دوري هذا الموسم. لاحظ الكرة، يا ريت نشوفها من البداية، كنت أتحدث، لاحظوا يعني هذه المرة الأولى رغم وجود ثلاث مدافعين ماهر للعب الكرة. إن شفنا الكرة من بدايتها هنشوف متعة الهدف فعلا أول مرة.